هذه مشكله عويصه، عرفتي علاش البيسريات تيسدوا مع الثمانيه وتتولي عليهم واحد الضغط على البيسريات بحال غادي ياخذوا ما عرفت شنو، غادي ياخذوا واحد الماده اللي مباح علينا في البيع في الدكاكين وداك الشيء. واخا انا ما تنشربش ماشي مساله قانونيه، مول الدكان يبقى حال الدكان ديالو. شو دابا هاد القراب اللي وصل للناس وقتلهم ووصل لجريمه وقتلت فيها انفاس، علاش خلاو المشعوذين وخلاو الناس يبيعوا بالغفله، فهمتي؟ ويبيعوا بحال اللي كان غادي يبيع قرعه ديال الشراب بسميتو مول الحانوت ب 42 ولا ب 40 درهم، غادي يبيعها له مول البيسري ب 40 درهم، ولكن القراب غادي يبيعها له ب 80 درهم، وما مضموناش يعني الفعل ديالها ما مضمونش. هذه مساله عويصه، خصهم يديروا حل، اما يخليهم ياخذوا من البيسريات ويشربوا ويتحملوا العقيبه ديالهم الى خالفوا القانون، ولا ما خالفوش القانون ومشاو للبيسري وخادوا داه المكان ديالو، ما دار لا ضجه لا والو، دار ضجه يعاقب على حسب ما فعل. الله يعفو على الجميع، وراه الهلاك صراحه والله. عندنا دابا اقليم دكالق دابا راه هادشي ديال الماحيه وهادشي راه ما شاء الله راه كيديروا هادشي ديال الزيزوارات وهادشي ديال، الله يعفو على الجميع، راه قلت لك يديروا شي كاينه اللي ماشي زعما هادشي، الله يوكلك الهلاك بعين بين الهلاك، الهلاك عين بين. عندنا واحد دابا في العربيه عندنا شي ثلاثه ولا اربعه، الله يعفو على الجميع. دابا ما مخدامش لي هادشي، دابا البيستريت كيصدوا مع الثمانيه، دابا ما هذاك المساكن الله يعفو عليهم ما كيلقاو ما يشربوا، كيمشيو يشربوا ماحيه، ماحيه ما خداماش لي، ما غتسطيهم بزاف الحوايج. انا شربتها مره واحده في حياتي، كنت نطلع من بروميان، اقسم بالله كنت نطلع من بروميان مره واحده في حياتي، شرب شال كنت نطلع من بروميان وحق الله الا كنت نطلع، عرفتي كنحس براسي وليت كنطلب كنقول يا ربي رجع كيف كنت، اقسم ثلاث ايام هي شاده فيا والله، حتى ثلاث ايام. هذه مسؤوليه ديال الناس اللي مسؤولين في البلاد، هما اللي دايرين هذه المشاكل، هذاك الشيء خصو يبقى، لان مادام الحاجه كتكون يا نورمال كيرجعوا انورمال، هذا هو المشكل اللي عندنا حنا فيه. خصو يبقى حل 24/24 حل في اوروبا، اوروبا هادشي اللي كاين، مادام هما كيدربوا بنادم كيولي يمشي بطريقه غير مباشره، من الاحسن يكون داكشي مباشره بلا غينات، يد بيد بحال بحال، خليهم حلولين اش غيسدوهم ماك، غير انا كنشرب. عمرك تمشي عند القراب؟ لا امشي الى ايامات العيد، كيكون الاعياد نمشي عند القراب، ما ملي كيكون محلو راه كنمشي للبار. هذه الفجعه هذه ديال مدينه القنيطره ضرات كاع المغاربه، وما نبغوش بحال هذا الشيء يتكرر، هذا الشيء هذا كما تنقولوا تيضر كاع المغاربه كاملين، واللي هاد الناس الله يعفو عليهم كاملين، تنقولوا بان هاد الشراب وهذا اللي تيتباع بنصاصات الليل وفي الازقه وهذه، علاش ما يخليوش المحلات يحلوا من اللي يديروا حتى العشرة ولا هذه، يبقوا واقفين عباد الله دابا بحال كتبقاو عند القرابه ما تعرفوش شنو تيشربوا، تيعطيهم داك الشراب بيريميك ويعطيهم هذا، انت شوف دابا السم هذا اللي عطاو الناس قتلوا عباد الله كاملين، والله يعفو عليهم والله يدير لهم شي تاوين، واللي مات الله يرحمه، واللي مريض باقي مريض الله يشافيه، وتنطلبوا من الناس المسؤولين باش يدخلوا في هذا الشيء هذا، حيت راه ما يمكنش واش واحد عنده محل تبيع ويشري وتتسد ليه مع الثمانيه، وواحد قراب ديال في الازقه تيبقى حتى الصباح 5 الصباح 6 الصباح تيبقاو لا مراقب ولا محاسب، وهذا الشيء راه كثير بزاف. البيسري دابا كيشدوا مع الثمانيه اش ما يخلوهمش محلولين، خلي البيسري محلول فهمتي، وبنادم ياخذ من البيسري وهادي بنادم كيما قلتي بنادم كيتنشب كتفوت ديك الثمانيه، وبنادم مسكين الله يعفو عليه فهمتي، كيولي غادي واحد البلاصه واحد المكان ياخذ يقول ولي كيبيعوا هادي محيا هنا وهادي، غادي بثمنو غياخذها هو مع ناشط وهادي ياخذ اي حاجه، كتسمعوا بحال هادشي الناس كتموت وهادي، خص دابا الدوله تخلي البيسات محلولين فهمتي، حتى ديك 12 الليل مثلا هذيك مزيانه 12 الليل بنادم يلقى الشراب هادي في محل ولا كيشرب، المهم ماشي بحال ولي غادي الزنقه يولي واحد شي حاجه اللي كتشوف هادو 11 قال لك 11 ماتوا شي حوايج شي تيبقاش كيشوف، ما بقينا فهمنا والو في هادشي هذا، الله يجعل فيه يسوي الخير. ها هو الناس المسؤولين خصهم البيسات يبقاو يبداو كيحلوا مع 8 ولا 8، المهم نخليهم حتى 12 الليل، واللي مبلي راه مبلي ياخذ المصيبه ديالو ودار شي حاجه راه غيخلص.